البصل القورمه الاحمر اللي هو البصل اللي حجمه يكون متوسط شويه ده. عندنا كمان ميه مغليه حوالي 4 كوبايات، نص كوبايه خل، معلقتين كبار سكر، ورقتين لورا، معلقه من الكزبره الحب والكمون الحب، ومعلقه كمان صغيره من السماق، و4 معالق من الملح. دي كده المقادير. هجيب الميه المغليه، ميه مغليه، احط عليها بقى كل الاضافات فيما عدا البصل، ادي الخل، السكر، الكمون، ورق اللورة، والكزبرة الحب، السماق، والملح. فين الملح؟ نحط بقى ونقلب. نقلب الخلطة بقى الخطيرة دي. يبقى حطينا كل المكونات فيما عدا البصل مع الميه المغليه، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي قوي لغايه ما الملح يدوب والسكر يدوب. اتاكد ان هم دابوا، طبعا هيدوبوا على طول بما ان الميه مغليه. هجيب البرطمانات بتاعتي وابتدي احط فيها، طبعا برطمانات نظيفه والدنيا زي الفل، ابتدي احط فيها البصل اللي احنا مقطعينه ترانشات عشان يستوي بسرعه. شكلنا هنعمل برطمان واحد بس، طبعا عشان البرطمان لازم يكون مكبوس كويس ومليان كده. وابتدي احط الميه المغليه بكل الاضافات اللي عليها. بالشكل ده، وطبعا لما بنقفل البرطمان بيبتدي يتكبس خالص بالشكل ده ونقفل عليه. نلم بقى اللي احنا عملناه ده، السرعه وحشه برضو. دايما لما نيجي نعمل مخلل او مشغلين في حاجه فيها سوائل وميه والكلام ده كله، انا عن نفسي في البيت بفضل ان اعمل الكلام ده على الحوض. اي حاجه تقع بقى والكلام ده يبقى ايه كله في الحوض. عايزه اقول لكم ان البصل هيطلع لونه محمر من السماق وهيبقى شكله وطعمه هايلين جدا جدا.